النهاردة احنا في واحد من احلى الاماكن اللي موجودة في مصر، الساحل الشمالي. لا تقولي بالي بقى ولا خالي ولا اي حاجة تانية، ايه لون المية اللي قدامنا ده بجد؟ هاخدكم معايا النهاردة يوم كامل في تجربة فندق تمنه 300 دولار في الساحل الشمالي الشرير. هنتفرج على كل حاجة في الفندق، وبعدين الوان المية ورا بعض، يعني ازرق فاتح، ازرق غامق، ازرق اغمق، منظر مش طبيعي. طبعا هوريكم الاكل اللي اكلناه هناك. اوكي هايله هايله، حلو فعلا. حلوه لذيذه كفته. هوريكم المكان اللي كنا حاجزين. الدنيا لذيذه جدا هنا، والشقه واسعه تكفي يعني كل حاجه. تجربه مختلفه خالص، فخليكم موجودين لاخر الفيديو عشان هقول لكم رايي بصراحه في التجربه كامله في الاخر خالص. ولو بتتفرجوا عليا لاول مره ومش عارفين انا مين، انا عبد الرحمن علي، وانا بعمل فيديوهات عن السفر من كل حته في العالم. فلو مهتمين بمحتوى اللي علاقه بالسفر ما تنسوش تشتركوا في القناه، ادونا واحد لايك، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. خش نفطر بقى عشان نبتدي نتوازن. هنا الفطار. يا جماعه منظر الطبق النهائي اللي انا عملته. احنا لسه طبعا مش شفناش المكان اللي احنا قاعدين فيه، لسه بنفطر يعني. صباح الخير. بس يعني افطار ظريف والله، يعني كواليتي افطار الصراحه بالنسبه لي لطيفه. وبلس بيض بقى، يعني في بيض هنا بس انا لسه ما جاش، بس فول وجبنه وسوسيس وبطاطس وريه وخضار ولانشونات وجبن والحاجات دي، وحلو بقى في ام علي. خلصنا فطار، هننطلق دلوقتي نقعد على البحر شويه. البحر قدامنا اهو، في بقى انواع مختلفه من الاماكن اللي ممكن نقعد فيها. بحر هنا رايق الصراحه، يعني الدنيا لذيذه. ما شايفين ابراج العلمين هنا، بس هي مش باينه حاليا، ممكن اوريها لكم في وقت تاني. بيبقى في بقى السون بادز اللي قدامكم دي هنا، او زي السراير اللي تكون موجوده على البحر. وبعد كده بقى في القعده على البحر العاديه. احنا دلوقتي الصراحه هنروح كده ايه، نقعد هنا نشرب قهوه، نشرب اي حاجه واحنا قاعدين بقى على فيو الخطير اللي هناك. فيو البتاع دي موجوده هنا برده. بصوا يا جماعه لون الميه رهيب. احنا لسه الساعه 10:30 الصبح. شوفوا بقى المنظر ده هيبقى عامل ازاي على الساعه 12 مثلا او الساعه 1. اللون هيبقى رهيب. استمتع بقى بالفيو الرهيب اللي قدامنا ده، وبعد كده ننزل بقى نعوم نقعد على البحر. هوريكم اليوم بتاعنا كامل في الفندق ده، وتقدروا تعملوا بيه ايه بالقيمه السعريه اللي اتكلمنا عليها. خليني بقى اوريكم ايه المكان اللي احنا قاعدين فيه. هو في زي شقق فندقيه كتيره جدا بتبقى موجوده في المكان ده، يعني ريسبشن في الاخر خالص. احنا قاعدين في العماره اللي هي، او مش العماره، ممكن نقول عليها فيلا صغيره اللي هي اللي هناك دي. خليني اخدكم اوريكم منظرها عامل ازاي من جوه بقى وكل حاجه. بس احنا كده هي دي الشقه بقى اللي احنا قاعدين فيها. الشباب قاعدين اهو، نورينا يا شباب. هي يعني تعتبر كبيره، يعني في هنا سفره، ده الريسبشن. هي الدنيا بهدله شويه، ودي البلكونه بقى اللي عندنا. يعني منظر تحفه الصراحه، على بحر على طول. هنا بقى عندنا القعده بتاعتنا في البلكونه، قدام بقى الفيو الرهيب ده. الصراحه الفيو حلو قوي، يعني المنظر تحفه. خليني بقى اوريكم الاوض اللي عندنا. ده المطبخ يعني الموجود هنا، يعني اكويب بحاجات كتيره الصراحه. في مايكروويف، ثلاجه وبتاع، ده شغال لو عايزين تطبخوا حاجه. وبعد كده بقى عندنا الحمام اللي احنا فيه. مساء الخير. ده واحد، هما في اتنين، واحد جوه الاوضه الماستر. الدنيا بس ايه متبهدله شويه عشان احنا يعني ايه قاعدين هنا بقالنا يوم. ودولاب بقى وكل حاجه. والحاجه الحلوه الصراحه ان الحمامات او كل حاجه هي تعتبر شقق فندقيه، يعني انت كانك في ايه اوتيل، بس بطريقه شقق فندقيه شويه. يعني بقى بيغيروا بقى طبعا الحاجات دي، شامبو كل حاجه، وفي فوط طبعا تبع الاوتيل وكل حاجه. نخرج بقى، دي الاوضه الماستر. هو الحلو في المكان ده ان هو يكفي 6 افراد، يعني الاوضه الماستر هي فيها 2 كده. دي اوضه تانية اهي كبيره جدا، حلوه قوي. في مكتب هنا،
بقعد اشتغل هنا شويه. وبعد كده الاوضه دي برده فيها سريرين. اخر اوضه هي هنا برده سريرين، يعني دي كسراير اكبر شويه ولكن كاوضه مش اوسع، بس طبعا مش كل الاوض هتبقى نفس الاستراكشر. يعني دي شكل الشقه اللي موجوده هنا. وبعد كده حاتم اخيرا جبت ناشونال جيوغرافيك الحمد لله. بس هي لذيذه جدا الصراحه للناس. او استنى اكلمكم في البلكونه، الفيو احلى كده احلى. الشقه دي لذيذه جدا الصراحه للناس اللي هي ايه، مجموعه مثلا اللي هو بنتكلم من 5 لـ6 افراد او 4. يعني لذيذه جدا هو الشقه دي هتقسم على عدد الناس دي كسعر، وليكم فطار. هي مش اول انكلوسيف، بيبقى ليكم فطار بس، وبس عندكم بقى اكسس للبحر، اكسس للبول. الدنيا لذيذه جدا هنا، والشقه واسعه تكفي يعني كل حاجه من 4 لـ6 افراد. السعر ده تقسمهم عليهم في الساحل في حته زي دي، حاجه لذيذه في اي شاليه من الشاليهات دي. لو بصيتوا المنظر بتاعهم كله معمول بطريقه معينه بجنب كده، ان كل الشاليهات تبقى شايفه البحر. يعني احنا صف اول، يعني دول بقى مش صف اول، يعني في صف تاني وتالت ورابع وخامس وكل حاجه بقى موجوده في الحته دي، بس كله هيبقى شايف البحر من البلكونه اللي هي اللي في الجنب، زي اللي هناك دي وزي اللي هناك دي. فده الحلو هنا. الاسعار طبعا مختلفه بقى الوقت بتاع السيزن اللي انتوا جايين فيه. يعني لو انتوا مثلا جايين في وقت مش هاي سيزن قوي، هتلاقوا مثلا السعر هنا مثلا ممكن يبقى في الليله ب $100 او 100 وشويه. بس لو انتوا بقى جايين في السيزن اللي هو في شهر 7 8، كل بقى الحيطة، كل بقى الاوقات اللي فيها اعياد او وقت عالي قوي في الساحل، لو بقى السعر هيكون مثلا $300 او 300 شوية حسب بقى الافيليبيليتي او الاتاحة اللي موجودة هنا. ولكن السعر ده لما بيتقسم على عدد اشخاص اللي هو مثلا ممكن نقول 5 6 اشخاص، تلاقي برضو السعر يعني ايه كويس للمكان اللي احنا موجود فيه ده، يعتبر في الساحل جنب العالمين على طول. فالدنيا لذيذه الصراحه. ننزل بقى، خلصنا كده التور بتاعت الشقق الفندقيه اللي موجوده في الفندق بتاع ميراج، وننطلق بقى للبحر نشوف بقى الدنيا على البحر عامله ازاي، والغدا بقى وكل حاجه. يلا بينا. قلنا خلاص دي المكان اللي بتتمشوا فيه علشان نوصل بقى للجزء اللي هناك ده. ده الجزء اللي تبع الاوتيل، هي يعني قرية سلاش اوتيل اللي هي ميراج. هنا دي بقى يبقى فيها منها شقق تبع الفندق، وفي منها شقق تانية طبعا بتاعت ناس. ولكن الميزة اللي هنا ان جوه المكان ده، جوه السور ده بتاع الفندق بس، انما الجزء اللي هناك ده كله تبع بقى القرية نفسها. ولا ده ينفع ينزل هنا ولا ده ينفع ينزل هنا. فأيا كان بقى ايه القصة هنا، محدش هينزل معاك غير الناس اللي موجودين في الفندق. الناحية التانية انت اصلا لو انت موجود في الفندق ما ينفعش تنزل هناك، لان هما بيشوفوا بقى الاي دي اللي انت لابسه، بيشوفوا كل حاجة يعني. فدي الصراحة الحاجة اللذيذة اللي موجودة هنا. ده البول لذيذ قوي الصراحة، ومشغلين اغاني وبتاع. تخش من هنا بقى شوفوا الاي دي بتاعك هنا وبس، هي قصة كده. خش دلوقتي نروح البحر بقى، فرقوا على البحر هيبقى عامل ازاي. دي القعدة الاوت دور اللي بتبقى موجودة بقى من المطعم هنا. يعني المطعم هناك اهو، دي القعدة الاوت دور بتاعت المطعم كده بقى. يعني القعدة الاوت دور دي برضه بتبقى شايفة البحر، يعني شايفين البحر من الجزء اللي هنا ده، فلذيذة جدا الصراحة. كده بقى بننزل من هنا ننطلق بقى على البحر على طول. دي بقى على البحر، تاخد الشمسية بتاعتك وتاخد الفوطة بتاعتك، تقعد بقى على المنظر بتاع البحر الرهيب ده. بصوا يا جماعة، يعني ايه لون المية التركوازي اللي قدامنا ده؟ ايه اللون ده؟ ما هذا اللون بجد؟ احلى حاجه بقى ان الدنيا يعني مش زحمه قوي، دي اول بوينت. ثاني بوينت ان الشاطئ زي ما قلت لكم برايفت للفندق بس، فدي حاجه حلوه قوي الصراحه. خدنا الشمسيه بتاعتنا بقى وكل حاجه. بصوا يا جماعه بقى السن بادز اللي موجوده هنا دي، هي مش بادز يعني، هي يعني هي الستايل ده معظم الوقت بيتعمل كسن باد، او اللي هو السراير اللي بتكون موجوده بقى في الستايل ده. ولكن هم مش عاملينها كده، يعني اللي معموله بقى هي معموله كنب وبتاع وحاجات كده، ولكن برضو رهيبه. يعني من هنا انتوا شايفين العلمين، استنوا بقى هزوم لكم شويه العلمين هنا كده. دي العلمين، هي الدنيا مش باينه قوي بس علشان في رطوبه عاليه في الجو، فتقدروا بقى تقعدوا في واحده من الاماكن دي برضو موجوده على البحر. قاعده رايقه خالص، قاعده رايقه خالص بقى، تطلب بقى وتشرب كل حاجه انت عايزها هنا، قاعد بقى تتفرج على الفيو الرهيب. بصوا كانكم قاعدين، كانكم حرفيا قاعدين معايا هنا
ده هيبقى الفيو بتاعكم، المنظر الرهيب اللي قدامكم ده حاجة تحفة الصراحة. منظر البحر ولونه بجد رهيب. تقدروا بقى تلعبوا بالجات سكي ده على البحر هنا، ممكن تأجروه لو انتوا عايزين. ناس نازلة ايه في البحر بتستمتع بجمال المنظر وجمال المية الرهيب اللي بجد لونها مش طبيعي. يعني انا بجد يعني يا ما سافرت برا، روحت بلاد كتيرة قوي، لون التركوازي اللي هو بالمنظر اللي قدامكم ده انا شفتوش حتة فعلا. يعني قليل قوي ما تلاقي تدريجة الالوان دي بقد ايه هي نقية. هو موجودة بس عندنا احنا في مصر في الساحل الشمالي، موجودة في مرسى مطروح، مرسى علم والغردقة، وبجد حتت كتيرة قوي في مصر فيها اللون ده، ولكن اللون ده مميز جدا في الساحل الشمالي بجد. في بقى كذا صف، صف اول وتاني وتالت وكل حاجة. هنا في فولي بس ما فيش ناس بتلعب، ويعني في برضو اماكن للاطفال هناك لو معاكم اطفال يعني هم حابين يلعبوا او كده. يلا بينا. ده ايه بقى؟ بسم الله. ده ايه؟ لا 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 لا. يلا دي البسارية، شكلها جامد برضو البسارية كده. بقى اخر حاجة بنعمل انبوكسنج انبوكسنج للسناكس بتاعتنا على البحر وبلح البحر. يا نهار ابيض شكله تحفه تحفه، ايه الجمال ده. يلا ناكل بقى ونشوف ايه الدنيا، نجرب بقى الشقاوه والحاجات اللي احنا طلبناها. ادي البساريه، واتفاجئت امبارح ان البساريه بتتاكل على طول، مش عارف الموضوع ده ان هو تاكلها كده براسها بديلها بكل حاجه بتتحمر على طول، تتاكل يعني بشوكها بكل حاجه. شقاوه بجد شقاوه. ده بلح البحر، مندوب بلح البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاج ليمون وتتبيله الصراحه، احس ان هو محتاج ليمون وتتبيله، ان هو ما فيهوش طعم قوي. جرب الجندفلي، انا البساري عجباني الصراحه بس بلح البحر بالنسبه لي يعني. ادي الجندفلي، بسم الله، برضو محتاجه تتبيله من وجهه نظري برضو، بس البساريه 100 100. طبق الفواكه ده بقى شكله عالمي، بصوا حاطين تلج تحت عشان الفاكهه تبقى ساقعه من فوق. ناكل بقى ايه، شويه موز وبطيخ، وفي خوخ هنا، دي تفاح عادي، تفاح اخضر، برتقان، يعني جميع انواع الفاكهه هم بينزلوا فاكهه الموسم كلها اللي بتبقى موجوده، وعنب اخضر وعنب احمر، ففي كل الاوبشنز. وهنا في ده شهد، مش عارف ايه الشهد ده، ده اللي هو زي الكانتلوب بس بيبقى برتقاني كده. الحاجات دي بقى مش انكلودد يا جماعه في السعر بتاع المكان، يعني دي حاجات بتشتروها انتوا بقى من هنا. هو الحاجه الوحيده اللي انكلودد هي الفطار، انما غير كده بقى انت ايه، بتدفع على اللي تطلبه او بتدفع على اللي بتاكله او بتشربه بقى. نزل البحر بقى وبعد كده طلعنا نلعب شويه ركب. العب بعد لعب كتير وركت وفرهضة وبحر وكل حاجة، اخيرا هناكل. جبنا بقى ايه، انواع مختلفة من الاطباق. هذا الميكس جريل يتكون من ايه، كفتة وكباب وريش وتو سايدز بقى. انا جبت سوتيه ورز. وبعد كده عندنا هنا مستر رعد. انت جايب ايه يا برنس؟ الملاحة مش شغالة، ده مش وقته. بلحب بتزيد، هخش على حته من الاول. جبت ايه حاجه بولونيز؟ هايله حلو فعلا. اه جميل قوي. اوكي انا ما دقتش لسه الميكس جريل، حلو ولا وحش؟ حلو. طب ايه الكلام؟ باستا عظيمه بجد. انا اكلت باستا انت عارف، بس فعلا الالفريدو هنا شكلها عالمي. انت شكلها ولا انت دقت؟ حلو يعني محتاجه ملح. اه تمام، فانت بتحاول تملح.
ماشي. طيب ندوق بقى الايه الحوارات، هنشوف بقى الميكس جريلا ده عامل ايه. طبق كبير الصراحه، سيخ شيش زياده او معاها سيخ شيش يعني، واتنين كفته، اتنين كباب. تعرف سيخ شيش؟ سيخ شيش، سيخ شيش، سيخ شيخ، سيخ استنى، سيخ شيش، سيخ شيش، سيخ شيش، سيخ شيخ، لا ما اعرفش. ماشي ندوق الكفته. تبقى يا روشه لو جاي معاها طحينه، والله ما بيجيش معاها طحينه. شيخ شيش، حلوه لذيذه الكفته. ندوق كباب بقى، كباب حلو قوي. ندوق الريشه، بسم الله. لا مشويات حلوه الصراحه. نجرب بقى الشيش بقى، شيش سيخ، سيخ شيش. شقاوه، لا مشويات حلوه الصراحه. مبسوط ان انا طلبت مشويات. الفندق بالليل الدنيا هاديه خالص، يعني زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الفندق هناك اهو. ساعات بيقولوا ان بيبقى فيه حفلات هنا، بس احنا عشان لسه في اول موسم فالدنيا هاديه خالص. بس المفروض بيبقى فيه حفلات هنا، يعني احنا المكان اللي كنا قاعدين بناكل فيه اللي هو اللي هناك ده هنروحه كده كده دلوقتي يعني، ولكن الدنيا هاديه برضو علشان احنا لسه في اول الصيف والموسم نفسه ما بدأش. ولكن اتوقع ان لما الموسم نفسه يبدا وكده الدنيا هتبقى هنا، يعني هيبقى فيه حفلات. بيقولوا ان فيه حفلات، وساعات بيبقى فيه مرتين في الاسبوع، بيبقى فيه شوز وحاجات زي كده. ولكن حاليا مفيش حاجه. نروح نبص كده نشوف القعده على البحر لو في حاجه شغاله بتاع، ونشوف كده الدنيا عامله ازاي. يلا بينا. القعده على البحر برضو دلوقتي يعني مفيش حاجه، يعتبر الدنيا هاديه خالص بس روقان. يعني ايه شازلونجات، تفتح لك شازلونج على البحر تنام وتريح بقى وتسمع صوت الموج. تعالوا نروح نبص. بصوا بقى دلوقتي ابراج العلمين باينه جدا من هنا. دي ابراج العلمين هناك اهي، اكيد شايفينها. هي الابراج اللي بتنور دي، مدينة العالمين كلها باينة من هنا. كل حاجة بقى هنا ايه، الناس اللي عايز تقعد على البحر بقى في هدوء خالص. يعني اظن الهدوء ده هيبقى موجود بس في اوقات معينة في الاسبوع. في ناس قاعدة على الصن بيتز قدام، ناس قاعدة بقى في الاماكن اللي احنا كنا قاعدين فيها الصبح. بس الصراحة انا مش عايز احسس حد بعدم الراحة، فمش هروح انص في وسطهم، وهننطلق بقى على الجزء اللي هنا ده على البحر على طول. طبعا كل الشازلونجات اللي كانت موجودة الصبح ما زالت موجودة، ودايركت قدام البحر على طول بقى ايه، قاعده رايقه برايفت لذيذه. الدنيا حلوه يعني هنا، بس طبعا هاديه خالص، يعني هاديه جدا جدا جدا. خليني بقى اقول لكم رايي بشكل صريح جدا عن الاوتيل ده، القيمه السعريه وكل حاجه فعلا هنا، من الاكل كل حاجه. تعالوا معايا. طيب خليني بقى اقول لكم انا شايف فعلا الاوتيل ده مناسب لمين، الاسعار هنا يعني نسبيا مقارنه بالساحل عامله ازاي، والاقامه هنا كانت عامله ازاي، ايه الخدمات، كل الكلام ده. طبعا اتفرجتوا على الفيديو كله، بس دلوقتي هقول لكم رأيي فعلا في كل حاجة في الأوتيل ده. الأكل بشكل عام في الأوتيل كان حلو، دوت أكل في فنادق تانية كتير مش في الساحل عامة طبعا، والأكل هنا لذيذ جدا. بالنسبة للشاطئ فالشاطئ رملي خالص وما فيهوش صخور، المية تركوازية جميلة زي ما انتم شايفين قدامكم كده. بصوا المنظر، إيه الجمال ده؟ فانتم نسبيا واخدين المية الحلوة بتاعت الجزء بتاع الساحل اللي هو بعد العلمين، واخدين هدوء وراحة اللي موجودة هنا. يعني الدنيا هنا مقارنة بأماكن كتيرة قوي في الساحل، خصوصا الساحل الشرير، تعتبر هادية قوي. فدي صراحة من الحاجات اللذيذة اللي موجودة هنا. بالنسبة للفئة السعرية فهم يتكلم تقريبا في حوالي 300 دولار، ممكن ازيد من كده شوية، اقل من كده شوية لو بنتكلم في وقت بتاع الهاي سيزن. لو بنتكلم في الوقت اللي هو مش في الموسم بتاع الساحل اصلا، فاحنا بنتكلم تقريبا في حوالي 100 دولار او 105-110 حاجة في الرينج ده، عشان تاخدوا شقة فندقية هنا في الفندق اللي موجود في ميراج، والشقة بتكفي تقريبا 6 افراد. فالصراحة حلوة قوي لو السعر ده بيتقسم على 6 بني ادمين وعندهم اكسس بقى للبحر الجميل اللي موجود هنا والخدمات. بس الموضوع بيبقى بالفطار بس. بالنسبة للاكل التاني اللي بتاكلوه على مدار اليوم، فده بيكون على طول ألاكا، بتطلوب من منيو معينة وبتحاسبوا عليها، سواء مشروبات او اكل او ابيتايز. التجربة هنا اوفرول كانت لذيذة للناس اللي عايزة هدوء، عايزة مكان عائلي لذيذ برضو في الساحل اللي هو الشرير، وتستمتع بلون مية فعلا حلوة. هسيب لكم تحت في وصف الفيديو لينك الحجز بتاع الاوتيل ده، وهيكون عليه كمان ديسكاونت. ولو عايزين تتفرجوا على الفيديو بتاع احلى مدينة في العالم من وجهة نظري، اتفرجوا على الفيديو ده، تنسوش تعملوا لايك قبل ما تخرجوا. سلام.